وشوفوا على الوقف اللي بيتكلمون، وبيجي ان شاء الله الدقيقة، ويجي ان شاء الله جدول برتب فيه الصلوات، يوم يصلي شخص ويدن شخص، وبرتب ان شاء الله. الله يزوجك، صباحكم الله بالخير، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، نذكر بجمعيه رؤوم 300 ريال تكفل لك يتيم لمدى الحياه اللي وده بفوز مع الرسول عليه الصلاه والسلام. الله يجزاهم وياكم خير. وياك.